بالتعاون مع جامعات ومراكز طبية عالمية بتقدم خدمة الاستشارات الطبية من دون مقابل. استفيدوا اليوم وبكرة من خبرات أطباء من كافة الاختصاصات واحصلوا مجاناً على ملف طبي كامل مع ITN. عيش الصحة والأمان. 70-546-444 و03-546-444. مع اليوم ببلوك نوت السيد مارسيل داهر الرئيس التنفيذي لشركة ITN هولدينج. صباح الخير. صباح النور. يعني عم نشوفك معنا وعم نفرح بلقائك أكثر وأكثر. حضرتك حاليا عم بتكون مدير تنفيذي لهالشركة لشركة ITN هولدينج اللي بتضم داخلها أيضا شركة تانية اللي هي نكست كير. يا ريت هيك. لا نكست كير هي الشركة هي اللي تركتها. أوكي. فبدي أول شيء يعني بدنا نرجع هيك نتذكر ITN كيف مقسمة وكيف عم بيكون الشغل حاليا بوجودك بـ ITN. تانكيو على السؤال. بالأول بدي اغتنم الفرصة لوجه تحية إكبار للجيش اللبناني باسمي الشخصي وباسم جروب ITN، وبتمنى على كل المواطنين اللبنانيين يعتبروا مثل ما نحن بنعتبر انه الضمان الوحيد لوجودنا باي من اي طائفه انتمينا لها هو الجيش اللبناني والجيش اللبناني وحده. هلا بالاجابه على السؤال، شركه ITN، انا اليوم المدير التنفيذي تبع ITN هولدينج يلي بتضم عده شركات، ونحن بصدد انشاء كمان شركات اخرى لحتى نغطي قطاع التأمين من كل جوانبه، يعني من ابتداء من معيدي التأمين لمقدمي الخدمات لشركة التأمين للمسوقين، يعني شركة البروكرج فيرم. وهلأ بصدد ورشة على مستوى المؤسسة ككل لحتى نعمل complete restructuring، عم نرجع عن هيكلية الشركة، وقريبا جدا بيكون في عنا أخبار جديدة منحطكم تباعا فيها. بس بفضل ما نحكي عنها بالوقت الحاضر لأنه أنا بأمن أنه ما ينحكى عن الشغلة إلا ما تتم. نعم. اليوم هيك رح كون شوي محامي الشيطان أنا فضلي. ورح أحكي منسمع أو هيك بعض الأشخاص بيشكوا شوي بمصداقية ITN. ITN اللي عم بتقدم خدمات كتير كبيرة وتسهيلات كتير كبيرة، أوقات يمكن بيتساءلوا الناس إنه هل ممكن هالشي يصير، هل ممكن هالشي يتنفذ، أو يمكن هو فقط كلام. بالفعل سؤال جريء شوي، وخليني أجاوب عليه ب يعني أكون موضوعي. في نوعين من الانتقادات بتجينا. النوع الأول يلي ونحن مطلعين عليهم اثنيناتهم، النوع الأول يلي منحبزه دايما وبالنسبة لنا هو مناسبة لحتى نحسن أدائنا، بيكون موضوعي، بيكون في أوقات خطأ إنساني بيحدث، ما عندنا أي مشكلة مع الموضوع، ونحن أشخاص مثلنا مثل غيرنا منغلط بالأداء. بهالإطار بقول نحن بندعي كل الأشخاص وحاطين بكل المكاتب الموجودة على الأراضي اللبنانية طرق معينة لحتى المستفيد يقدر يعبر عن رأيه بحال كان عنده ملاحظات معينة على أدائنا، وهذا شيء منرحب فيه. وبرجع بأكد أنه نحن بنعتبره بالإنجليزي بنقولها room opportunity for improvement، طريقة لحتى نحسن أدائنا. أما بالنسبة للانتقادات الأخرى اللي بتبقى غير مبنية، بستذكر أور فرانكلين روزفلت بيقول في أشخاص بالحياة الكبار منهم بيعطوا بيفكروا بيحكوا عن أفكار وعن مشاريع، في الأشخاص العاديين بيحكوا عن إيفنت وأحداث، وفي الأشخاص الصغار بيحكوا عن الناس. بقى لهودي ما عندي شيء جاوب إلا أنه نتمنى أنه تترجم الأمور بموضوعية أكثر، ونحن جماعة مؤمنين أنه يمكن يكون في أخطاء بمحل، منحقق بكل شيء، في عنا Customer Service Department بحقق بكل الشكاوى اللي بتتقدم لنا، وحريصين على أنه يوصل لكل صاحب حقه. يعني عم بيكون في شكاوى من المشتركين؟ أكيد معكم أكيد. أو فقط من الناس اللي بالخارج خارج شركة ITN؟ خليني أقول لك شغلة. علميا أثبت بالعالم كله أنه شو ما كان موضوع الخدمة المقدمة بدل في نسبة معينة من الأشخاص عندها dissatisfaction. الأسباب بعض الأوقات يمكن ما تكون مرتبطة بالحدث بحد ذاته أو بالخدمة بنوعية الخدمة. الأشخاص عندهم كتير subjectivity بحياتهم بقى، وهذا شيء مثبت علميا. نحن برضو حريصين على أنه كل شكوى بتتقدم من تبعها منحقق فيها، منشوف إذا فعلا valid، إذا المواطن على حق عنا جرأة نوقف قدامه ونقول له منعتذر ونصلح خطأنا بدون أي إشكال. أما إذا ما معه حق كمان عنا جرأة نضويله على المشاكل أو
أنواعها ونجرب. يمكن بعض الأوقات بتصير سوء تفاهم. وهلأ بسألت بالسؤال الأول اللي سألتيني حضرتك رح نطل على بمنطق جديد بالعلاقة بقطاع التأمين لحتى هالسبجكتيفيتي أو إذا بدك سوء الفهم أو الميس أندرستاندينج اللي بيحدث بعض الأوقات نحطه لأوطى مستويات ونلغي شيء اسمه perception. نبلش نتكل على وقائع. نعم. ويمكن ما بعرف إذا ممكن تستبقوا الأمور ببعض الأحيان أي تنبهوا هالمشترك أنه ممكن هون يصير في سوء تفاهم أو يمكن هون يمكن الأشخاص الناس المشتركة هي اللي تفهم غلط. يعني بتعرف صحيح. الانشورنس وجميع أنواع التأمين بيصير فيها دائما هالحوادث صغيرة اللي عم تتفضل وتحكي نعم. عنها. خليني أحكي عن كريتيريا أساسية بشغلنا. نحن منآمن أنه الكواليتي هي بستاندرد. والستاندرد بس نحكي عن ستاندرد نحكي عن شفافية نحكي على نقاط تفاهم واضحة نحكي على إيجابية بالتعاطي. هدفنا وهيدي الهيكلية الجديدة اللي عم نشتغل عليها إنه المواطن اللبناني بأي مقاربة لنا بأي موضوع أو أي برودكت عم بيشتري من جروب الـ ITN يكون عنده وضوح مثل ما هي واضحة لنا أو لمعيدي التأمين شو هن الخدمات يلي عم بيدفع حقها أو شو هن البنفت يلي رح يطلعوا له من الخدمة. آلية العمل ما رح أحكي عنها بالوقت الحاضر. قريبا جدا برجع بقول رح نطل على المجتمع اللبناني وهنا وهدفنا ومحضرين كثير مفاجآت. همنا وهدفنا أنه نأمن للمواطن خليني أقول الاستشفى بكرامة. بهالكلمة تايتل كبير عنوان كبير هو بس هذا الأوبجكتيف تبعنا إن شاء الله. أيضاً عم يتساءلوا هيك بعض الأشخاص عن سبب انتقالك لشركة ITN. مظبوط. هذا سؤال مهضوم كمان لأنه كثير سمعته مؤخراً. أنا حضرتك نفسياً أنه رح كون ما في أي مشكلة. بالواقع في كثير بتعرف اللبنانية عندهم perception بحبوا هيك عندهم تصور معين. أنا انتقلت بالواقع بتربطني بشركة نكسكير علاقة مميزة. أنا كنت مديرة خلال 6 سنين الماضية وبعتبر الكل اللي بقطاع التأمين بيعرفوا شو نتائج الشركة كانت. وكان خيار إنساني لأنه أنا بالواقع I was promoted اجتني ترقية للمنطقة العربية وبتشكرهم للقيمين على شركة نكسكير اللي هن تبعين مجموعة أليانز. ولكن خيارات إنسانية. أنا زلمة بحب وطني وبحب أخدم المواطن اللبناني. فكرت أنه هذا خيار وتفرقنا بمحبة ووئام وتأكيد على هالشيء أنه أنا اليوم رئيس تنفيذي لأحدى الشركات اللي كانت تتعاطى مع نكسكير. دونك لكل المغردين يلي بحبوا يصطادوا بالماء العكر بنقول لهم نتأسف بركي مرة أخرى بركي مرة تانية. طبعا وجودك رح يكون أو رح يزيد قيمة مضافة على شركة ITN. السؤال أيضا أخير هل تفضل بتحب تقول شيء؟ خليني أقول قيمة مضافة. شركة ITN مع القيمين عليها بتتمتع بمصداقية هي اللي كانت ملفتة لألي وشفافية وأخلاقية معينة بالتعاطي كانت فعلا حافز لألي لحتى أخذ القرار وأبقى بلبنان أبقى بهالشركة تحديدا أو أختارها من عدة طروحات أو عروضات أخرى. تحديداً عم بحكي عن السيد توني نصور يلي كان مشرف خلال هالفترة لمدة 15 سنة اللي فاتت على هالعمل. أنا بعرف جوهره وكان إلي شرف وفرصة بالتعاطي معه خلال 6 سنين يلي مارست فيهم بنكسكير. وأنا الوحيد يلي بيقدر يأكد قد كان هالشخص يقدم من ماله الخاص بعض الأوقات تغطيات تفوق حدود التغطية المعطاة من ضمن البرنامج يلي اشتراه المؤمن لأسباب إنسانية. وهون ايضا يعني في سؤال بيطرح نفسه استاذ ظاهر انه طبعا لما هالشخص عم يستثمر امواله بشركه ITN بخاف مثل باي شركه تامين انه يكون في استمراريه. هل رح اخسر اموالي؟ هل رح تستمر الشركه؟ هل ممكن يصير في اي حادثه؟ رح جاوب تقنيا. وضعنا مثل وضع كل الشركات اللي بتامن. نحن متكل على خليني اقول وي جو باي ذا بوك. كل التأمينات منقدمها للمواطن اللبناني بتخضع لبرامج إعادة تأمين مع معيدي تأمين مميزين ومعروفين بالخارج.
وخليني أقول أنه نحن جديين بالعمل، استمراريتنا هي التأكيد على اللي عم نقوله على المدعي فيه. وخليني أقول أنه بالمقابل المواطن اللبناني هو همنا وهدفنا، وبرجع بأكد عليها ولكمل إجابة على سؤالك الأول، الأدد فاليو هي we are joining، عم نزوج الويل الجودويل للنو هاو تحت سقف الاي تي والخبرة طبعا، يعني الإرادة الحسنة اللي موجودة اوريدي بهيكلية الاي تي ان عم نزوجها اليوم للنو هاو التقني والعلمي لحتى نضل سباقين بخدمة المواطن. يعني ان شاء الله يكونوا هالنقاط توضحت اليوم. اهلا وسهلا فيك استاذ مارسيل ماهر من اي تي ان هولدينج. مشاهدينا بريك قصير ومنتابع ام تي في الايف. صحة مستديمة مع ابتسامة مشرقة، برنامج دي برو من الاي تي ان للعناية بالسنان لكل افراد العائلة، واللي بيشمل طب الاسنان العام، الزرع، الجراحة، تقويم الاسنان. هذا البرنامج مطابق لدفتر الشروط المعتمد من نقابة اطباء الاسنان في لبنان. مع برنامج دي برو من الاي تي ان صحتك بامان. وسطاء ومستشارو تأمين 961-71-546-444 و961-76-546-444.